أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر
فبأي آلاء
بأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان. من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا
يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبذا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتحة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين وبعد أيها الإخوة فقد استمعنا إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.